فرسان هذه الليلة العريس فهد بن نامي وأخيه سلطان بن نامي يقدمون هدية لأعمامهم الشيخ سريان بن عبد الله والشيخ بخيت بن حمد ووالدهم الشيخ نامي بن حمد. اشتهرنا بالمكارم وفي حسن الجوار والعدا ما نحسبهم يا تهاولوفها ما لهم عن سكة الموت يا كود الفضل. هدية مقدمة من عرسان هذه الليلة لشيخ شمل قبيلة الوذانين ومن الشيخ نامي ابن حمد إلى الشيخ ناصر ابن جفين فليتفضل مشكورا. وكذلك هدية مقدمة من الشيخ نامي بن حمد بن جبين للشاعر سرحان بن حسيني فليتفضل، وهي عبارة عن طقم سيف وبشت حساوي فليتفضل مشكورة. وكذلك هدية مقدمة للشاعر عبد الله بن مستور العصيمي وكذلك هدية مقدمة للشيخ سعد بن فاتن وسعود بن فاتن يستلمها نيابة عنهم نايف بن نامي. سعود بن فاتن فليتفضل. وكذلك يستلم هدية الشيخ سعد بن فاتن. أبكي حنا محزمة الجنب وحمة الديار لا بتنسى تواريخها بسيوفها في ذراح بيت الحان رعت فالبكر يوم بعض الناس ما حصلت مصروبها يوم تحديد الموت. وكذلك هدية مقدمة للشيخ مسفر بن قنيفد. اشتهرنا بالمكارم وفي حسن الجوار والعدا وهي عبارة عن شنطة عود من العربية للعود فليتفضل مشكورا. وكذلك الشيخ سفر بن قنيفد الشيخ مسفر بن قنيفد والشيخ سفر والشيخ سفر فليتفضلوا مشكورين. مقدمها لهم ابن أخيهم العريس سلطان. وهي عبارة عن شنطة عود من العربية. باسم راح الطيب نامي حمد نسر الحرار بن جفين اللي بنى اساسها وسقوفها من رياجل الاشدة وحلطة والشيخ سعيد بن قنيفد وحزام بن قنيفد فليتفضل مشكورا. والشيخ تركي بن عقيل العازمي فليتفضل. هدية مقدمة وهي عبارة عن سيف مذهب وبشت حساوي وطقم عود. وهدية مقدمة للشيخ مريزيق بن عبد الله ابن جفين فليتفضل مشكورا. وهي عبارة عن سيف مذهب وبشت حساوي.
وهدية مقدمة لي أنا مقدم الحفل عبد الله بن سريان، وأقدمها لأخي ياسر بن سريان، فليتفضل مشكورا. وهي عبارة عن سيف مذهب وبشت حساوي، يستاهل ابو سريان. كلنا دون اللوازم ولا في اعتذار، الجزال نجيبها والهزال نطوفها، مرحبا عدد ما شاء. وكذلك هدية مقدمة لسعيد بن قريفذ، فليتفضل مشكورة، ونعتذر عن سقوط الاسم سهوا. وكذلك هدية مقدمة للشاعر سالم بن عجوين الرشيدي، وهي عبارة عن بشت حساوي. وكذلك الشاعر راكان الكرشمي، وهي عبارة كذلك عن بشت حساوي، فليتفضلوا مشكورين. وكذلك هدية مقدمة من أخو العرسان مشهور بن نامي لأخي محمد بن نامي، وهي عبارة عن شنطة عود، فليتفضل. والراوي ناصر بن منير، فليتفضل مشكورة. وكذلك هدية مقدمة من مشهور بن نامي لرئيس بن محمد العصيمي، وهي عبارة عن شنطة عود، فليتفضل. وهدية مقدمة من العريس سلطان بن نامي إلى بندر بن سحلي العصيمي، وهي عبارة عن مسدس بحزامه وذخيرته. كلنا دون اللوازم ولا فيها اعتذار، الجزال نجيبها والهزال. وكذلك هدية مقدمة من سلطان بن نامي إلى إبراهيم الذيابي، حزام ومسدس وذخيرة. بسم راح الطيب نامي حمد نسر الحرار، بن جفين اللي بنا ساسها وسقوفها، مر يا جلال شده وحل طلح وكار، عزوة تتعب على المرجلح وتحوفها، مر يا جلال شده وحل طلح وكار، عزوة تتعب على المرجلح وتحوفها. يا كذلك هدية مقدمة من راعي هذا الحفل الشيخ نامي ابن جفين لمنيف ابن سعود الحافي، وهي عبارة عن سيف مذهب وطقم عود وبشت حساوي، فليتفضل. وكذلك هدية مقدمة من الشيخ نامي راكان بن مطلق وبتال بن خالد، وهي عبارة عن قديمي. وكذلك هدية مقدمة من الشيخ نامي النايف
ابن علي بن هميل الحارثي فليتفضل، وهي عبارة عن شنطة عود. يا مرحبا حياكم الله في محل بن حمد، شيخ من شيوخ الشداد اللي تعز اجدادها، شيخ يرحب بالنشامة طول ليله ما قعد اول تراحيب. وننتقل الى الهدايا المقدمة من ضيوف هذا الحفل المبارك، وأول هذه الهدايا هدية مقدمة من أبناء الشيخ بخيت بن حمد بن جفين العمام الشيخ نامي بن جفين، وهي عبارة عن شنطة عود فاخر وبشت حساوي وسيف مذهب. وكذلك هدية مقدمة للعريسين سيفين مذهبة. وكذلك هدية مقدمة من الشيخ مسفر بن قنيفذ للعريسين، وهي عبارة عن بشت. هدية مقدمة من الشيخ مسفر بن قنيفذ، وهي عبارة عن مجسم سيف للعريسين. وكذلك هدية بشت حساوي من الشيخ مسفر للشيخ نامي بن حمد، وبشت لابن أخيه مشهور بن نامي فليتفضل. وكذلك هدية من الشيخ سريان بن عبد الله بن علوان لعرسان هذه الليلة، وهي مبلغ مالي وقدره 5000 ريال ويستاهلون العرسان. وهدية مقدمة قعود من بنيخ العرسان راكان بن مطلق بن عواض، وكذلك قعود من عند بتال وجواد ابناء خالد بن عواض الوذيناني. وهدية مقدمة من الشيخ جلوي بن طلق، ويقدمها سلطان بن جلوي، وهي عبارة عن بشت حساوي للشيخ نامي بن حمد، وعبارة عن سيف مذهب للشيخ نامي. وكذلك عبارة عن مسدس السلطان بن نامي. وكذلك عبارة مقدمة للعريس فهد بن نامي، وهي عبارة عن مسدس. وكذلك هدية مقدمة من عبد المجيد ابن محسن ابن علوان لأخيه عريس هذه الليلة سلطان، وهي عبارة عن سيف وجنبية
وبشت وطقم عود ضيفان روس القوم وعيان البلد ورموز كل المجتمع ضباطها وافرادها يا مرحبا ترحيب مزن مفوله برقوة عد سحايبها لدوه وكذلك هدية مقدمة من بندر بن سحلي العصيمي لعريس هذه الليلة سلطان بن نامي وهي عبارة عن سيف وبشت حساوي وكذلك هدية مقدمة من الشيخ عبد الله بن سعيد السفياني لراعي هذا الحفل الشيخ نامي بن جبين وهي عبارة عن قعودين وكذلك هدية وهي عبارة عن شيكين بمبلغ مالي من الشيخ بخيت بن حمد بن جبين لعرسان هذه الليلة ويستاهلون وهدية مقدمة من الشاعر سرحان بن حسيني عندنا ميلادها تزاحم الأمثال فالهاجوس واختر الجدد لعبد الله بن سعيد السفياني وعبارة عن طقم عود وبشت حساوي يضرب الأسفاع إلى منه قصد ليا دعي في منبره وليا وقف قصادها أقدم الاثنين مبخل به لمن جاب الأحد لو إن من قدم هدية ما يبس تردادها والله يبارك في العديم اللي تحزم واستعد ناره توقد كل ما تاكل حطبها زادها قالوا هلا الأمثال فالأمثال من جدا وجد والشيخ مشرع بن ماشعل الذيابي هدية مقدمة له وهي عبارة عن سيف مذهب فليتفضل مشرع بن ماشعل الذيابي كل المجتمع ضباطها وافرادها يا مرحبا ترحيب مزن مفوله برقوة عد سحايبها لد وبرقها سبق رعادها يا مرحبا حياكم الله في محل بن حمد شيخ من شيوخ السداد اللي فهد بن علط الشيباني له هدية مقدمة من الشيخ نامي وهي عبارة عن سيف فهد بن علط الشيباني شكر الله للجميع الحضور والإنصات وبارك الله لعرسان هذه الليلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.